النهارده رابع يوم ليا في الرجيم، وقلت هجرب مطعم شاطر عباس وبالمره اجيب من عنده عشاء خفيف. طلبت من عنده وجبه كفته مع الرز مع الخضار مع السلطه. المطعم اول مره ليا اجربه، وكان المطعم عليه جبال وفي ناس كتير كانت بتشتري من عنده. الاوردر جاي في شنطه ومعاه كيس كده عامل زي البوجه. المطعم موجود في فيستيفال سيتي، وسعر الوجبه 60 ريال. شكل الاكل كده بيقول ان الوجبه دي تكفي واحد وتقومه شبعان. كنت اتمنى ان الكفته تكون اكتر من كده شويه. الكفته حلوة، اديلها 9 من 10. والرز البسمتي برضو كان 100%. الخضار اللي مع الوجبة او الصلصة او التخديع او الصوص، انا بصراحة مش عارف اسمه، ده انا بعتبره اهم حاجة في الوجبة دي، رغم انه كان حامي جدا وانا ما بحبش الحاجة الحامية، بس للامانة كان مخلي الوجبة لها طعم. وهنا هنعمل السندوتش المصري المعروف باللكفوت. وده لان الرجيم بيكون طبعا محتاج غذاء كتير، لان طبعا جسمك بيحرق سعرات وانت محتاج تعوض. مع خبير التغذية محمد دنف كل يوم معلومة غذائية. وطبعا مش هنتقل في الاكل لان ده عشاء ومش عايزين ندخل. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي في رعاية وحفظ الله. وما تنسوش تصلوا على النبي تحت في التعليقات.